أقوى مسكن فوري لآلام الرأس. شقيقة مجرب مني شخصيا ومغذي آمن، وكذلك يوقف تساقط شعر الصلع، وحتى المشكلة تيكون عند بزاف 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 ديال الناس اللي هو شعر ما تينوضش ليهم أو لا الخلفة ما كيناش. نتمنى الحلقة ديال اليوم تعجبكم، تابعوها معنا على قناتنا وقناتكم قناة حلويات أم عبد المغيث، وأكيد يوميا كنوعدكم مع 7:30 ديال العشية أو 7 ديال العشية غادي يكون فيديو جديد على القناة تلبية الطلبات المتتبعات الغاليات اللي نتمنى لهم فرجة ممتعة، ونتمنى دائما أنهم يكونوا معنا بتشجيعاتهم وبتجربتهم هذه الوصفات اللي فريمون 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 جدة رائعة، أعشاب مميزة وفي نفس الوقت نافعة بزاف 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 للفروة ديال الرأس، وحتى لحل مجموعة ديال المشاكل. هي الحلقة ديالنا ديال اليوم. نبداو أولا نفتتحوا الحلقة ديالنا بأهم شيء، الأسباب ديال الصداع المتكرر في الرأس ديالنا، خاصة الصداع اللي تيكون نصفي واللي من أهم الأعراض ديالو الغثيان وضعف في الرؤية، وكذلك ضعف حتى بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل ديال الضوء، تيكون عندهم مشكل يعني هذيك الإضاءة ما تتكونش مغيت برزتيني، ما كتكونش واضحة 100%. من بين أهم الأسباب القلق، التغيرات الهرمونية اللي عند بزاف ديال النساء، وأكيد هنا كنحتاجو إحدى الأعشاب اللي دائما تنصحكم بها أنكم تستعملوها، بحيث أنها مهدئة للأعصاب، وكذلك كذلك كذلك كتنفع حتى في الحالات ديال البرد، في حالات ديال النفاس اللي هي لافندرا. وحاجه اخرى اللي جد مهمه نبغي نقول لكم، انكم ملي كتنسوا وكتخليوا الضوء او الاضواء الساطعه على الراس ديالكم كيقدر انه يسبب لكم هذا المشكل. هنا كيف كتشوفوا معايا، غادي ناخدوها غادي نوضعها في واحد لعبتيكا وغادي نقوم بالطحن ديالها جيدا. فوالا. وبعض المرات يكون عندكم الالم ديال الراس بسبب الالم ديال المعده او مشكل ديال القولون، ان شاء الله باذن الله في الحلقات القادمه غادي نقدموا لكم نصائح بخصوص هذا الموضوع. الاكتئاب، الجوع، وانخفاض مستويات الحديد من بين اهم الاشياء. هذا الشيء علاش غادي نقول لكم، راكم عزازات وغاليات وما ترخيوش في راسكم. فقر الدم بالاخص لي فريمون 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 مشكل لي كبير وبزاف. يلا يا البنات غادي ناخدو خلطة اخرى او لأعشاب اخرى. كيف كتشوفوا معايا اللي غنية 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 بزاف بالنسبة للفروة ديال الرأس ديالنا. فوالا اللي فيها هنا كيف كتشوفوا سمسم او لا زنجلان، اللي عارفين الفوائد ديالو بالنسبه للمشكل ديال تساقط ديال الشعر، بحيث انه غني بالمغنيسيوم وخافض للضغط الدم، وكذلك مكافح للكوليسترول. ديجا تكلمنا على هذه القضيه، غناخذو منه جوج ديال المعالق وغادي نضيفو معاه كذلك. انا غادي نحيد هاد العبيتيكا ديال هاد القرعه. فوالا غادي نضيف مع احد المكونات التي تستعمل مع الحنة بالاخص، ماشي غير بوحديتو، واللي ديجا تنصحو بيه بزاف ديال الاطباء، اللي هو الثفاء الغني بالفيتامين الف، الفيتامين سي، وكذلك فيتامين بي 6 والعديد من المعادن اللي كتعطي كيف ما تنقولوا هذيك القوه، وكتعطي لهذيك الشعر ديالنا هذاك اللمعان، وكذلك سخون حتى بالنسبه لهذا الوقت ديال البرد، تنفع بالنسبه للشعر اللي تيكون او للراس اللي تيكون فيه البرد. غادي نضيف كذلك القليل من
شيبة غادية، نزيد كذلك مكون آخر اللي دائما كنسميه أنا شخصيا بالذهب الأبيض، بالذهب الأصفر، واللي كتقلل من تساقط الشعر، وخاصة خاصة إذا كانت كتشرب وكتخرج لنا السموم من جسم ديالنا، واللي هي كتعتبر منجم طبيعي 100%. مجموعة ديال الفيتامينات، مجموعة ديال المعادن اللي حنا في حاجة ليها، وأكيد كتعتبر كيراتين طبيعي، ماشي غير فقط هاد الوصفة تنفع بالنسبة للشعر، بحيث أنها غنية بالكالسيوم والحديد والمنغنيزيوم والزنك والمنغنيز والفوسفور والنحاس، عنصر البوتاسيوم والعنصر ديال الصوديوم اللي هي الحلبة. غادي ناخد منها معلقة اللي غادي تكون كبيرة، غادي نضيف هنايا القليل من زيت الزيتون، وغادي نضيف كذلك جوج معالق كبارين، جوج معالق كبارين ديال بذر الكتان او ديال زريعة الكتان، وغادي نقوم بسد هاد القرعة او هاد الخليط بهذا الشكل، فوالا. وغادي نضيف كذلك احد المكونات اللي جد رائعه، واللي ديجا كنا خدمنا الخلطه ديالها قبل هذه، بالنسبه للناس اللي بغاو لتساقط الشعر، اما بالنسبه للناس اللي تكون عندهم غير مشكله شقيقه يكتفيو بالمكونات الاولى فقط. وبالنسبه لهذه الخلطه راه غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، ديجا كنا وجدناها قبل بالنسبه للشعر لمن يهمه الامر. هنا غادي نضيفها، وغادي نضيف كذلك زيت الزيتون، لكن كنخليو الثلث ديال القرعه، كنعمر الثلثين والثلث تقريبا كنخليه خاوي. وغادي نقوم بعمليات التحريك ديال هاد المكونات جيدا. بالنسبه للناس اللي عندهم شقيقه يكتفيوا كيف سبق وذكرنا بالمكونات الاولى، ويضيفوا معها القليل من الروح ديال فليولي بحال شكل ديال زجاج، وكنبداو من بعد ما غادي يدوز على الاقل مدة ديال 7 ايام وتطلق هاد المكونات جيدا، كنبداو كنديروها في واحد الطرف ديال القطن، كنسخنو مزيان، وكنبداو كنديروها كنكوي بها النوادر ديالنا ديال الرأس. صدقوني جد رائعة، غزالة مميزة، وفي نفس الوقت النتيجة فعالة. اما الناس اللي بغاو يديروها لتساقط الشعر، فيكتفي ان هاد الخليط او لا من بعد ما تضيفوا باقي الاعشاب تاخدوهم وتشقوا بهم الشعر ديالكم وتمشطوا بالمشطة، النتيجة جد رائعة، شعر قوي بدون تساقط شعر اذا ما كانش عندكم احد الامراض اللي هي الداخلية، وفي نفس الوقت كتعطي هذاك اللمعان، كتعطي هذيك الكثافة للشعر، وكتعطي حتى هذيك القوة للشعر ديالكم. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة. شكرا خاص على لايكاتكم، شكرا خاص على تشجيعاتكم، شكرا خاص على وفائكم للقناة، وإلى اللقاء.